هذه النقرات تأتيكم من سوق النحاس المطروق، صناعة تقليدية يعود تاريخها إلى 5 قرون وشغف بها أهالي الخيروان إلى اليوم. مرحبا بكم في برنامج الدنيا والناس من الخيروان. هي الخيروان من أقدم فيها صناعة النحاس، من أقدم الصناعات التقليدية في شمال أفريقيا، ويعود تاريخها إلى الدولة العثمانية. هي من الحضارات اللي تداولت على البلاد التونسية، هي الحضارة التركية. جابت عديد من الصناعة كما النحاس، كما صناعة الحلو، كما صناعة المسوق. هذه الصناعة دي جابتها الأتراك. النحاس المطروق شو معناه؟ ما خاطر مخدوم بالمطرقة. المطرقة ديك الخدمة، ديك الخدمة الصحيحة. معناها ما نقولوش نحن باش نخدموا بالتور باش يوقف الهيكل نتاعو، لا، نحن الخدمة نتاعنا نتاع الصناعة التقليدية هذه مخدومة بالمطرقة نتاعها. حتى في القطايع تلقاها موجودة ضربة بجنب الضربة. نحن نقولوا الحرفيين نقولوا حب الرمان. كي ترى الرمان كي تقسم على اثنين تفضل لك الحبات ضربة بجنب الضربة، هذه الحرفة تاع النحاس. بالنسبة للقيروان فيها ما يقارب تقريبا 35 دكان اللي موجودين في داخل السوق، وفما تقريبا عندنا 10 حوان خارج السوق. يا سيدي قلنا السلام عليكم. يلا عينك في الحاج مختار، والله عينك في رياض. ايش نحوالك انت؟ تو نحن بالنسبه لهنا تو في حانوت تاع النحاس هذايا، حانوت هذايا فيه تقع العمليه الاولى تاع خدمه النحاس. في المهنة هذه سي مختار؟ 60 سنة. ما شاء الله. كيفاش تعلمتها معناتها للصنعة؟ والله تعلمتها تدريجيا، دخلت بطلت المكتب ودخلت فهمتي مع عرافي وناخذ من هذاك ومن هذاك ومن هذاك حتى اللي نتعلمه. هذا المقفول وهذا الكسكاس نتاعو. بالنسبه للمقفول مشيت خرطت من فوق يضم ويتحل يقف القالب نتاعو، وفوق منه الكسكاس كيف نفس النمط نتاع الخدمه، يضم ويتحل من فوق. وبعد يجي الاخطاء الطريقه نتاع الخدمه نتاعو كلها يدويه كلها باليد. بالنسبه للمقفول هذا نخدم فيها ومش يولي كيما هك، يولي الكبر هذاك لا اكبر شويه، هذا اكبر من هذا. اي هذا يتسمى مقفول 17 وهذا يتسمى مقفول 20. اي ثم قياس معناته بالطبيعة، فما قياسات. اي فما حتى اقل من هذا. اي وبقدا تبيعوا تو المقفول اللي في يدك؟ المقفول هذا نتاع كيلو نبيعوا فيه ب 110,000. والناس تشتريها؟ اكيد بتبيع. نحاس غالي مش رخيص. وكل نحاس ب 44 دينار و 800. جيبوا لهنا فهمت، تفصلوا يطيح للديشي، معناها تعبين طريف. لما هذا ما عادتش مربحه كما قبل؟ ما عادتش بطبيعه الحال. قص معناها اللي بيه الفايده فهمت، نحاس الماتيار هذاك فهمت غلاء، المواطن ما عادش يساعد. مرسوقة هذا يتخدم من الطبق، يتفصل من الطبق ويتخدم بالبارد، معناها ما يدخلش للنار وما يتحطش عليه معناها انواع اخرى من 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 من, من, من الصنعه، من ماده اخرى نتاع صنعه. يتخدم هكا باش يصلح من بعد
تضرب عليه المرأة الورقة تاع البريك. كل شيء تخدم باليد هذا. كل شيء تخدم باليد يعني صناعة تقليدية. بالماتريال هذا. بالماتريال هذا الدكماك والمطرقة والريش والحديد هذا اللي احنا قاعدين عليها نخدموا عليها. هكا علاش احنا نقولوا النحاس المطروق. اي هذا نحاس المطروق. هذا ما يخدم بالمطرقة بالريش ومن بعد يكمل بالمطرقة ومن بعد تخدم بأنواع أخرى فهمتني ماتريال آخر. هو توا هذايا فهمتني تخدم قاعد يتلم هك بعد يضرب بالمطرقة يوصل من بعد في النهاية هذا هك يوصل يخدم الورقة ويخدم في نفس الوقت يستعملوه للطاجين طاجين ورقة في الكوشة والطاجين سبناخ وبرشة حاجات حتى الخبز البشكوتو يعملوه يحطوه في الكوشة. أي ما هذايا بعد يتقصدر يولي اللون وذاك فضي ولا هكا يقعد يا حبة ذايا فهمتني يتقصدر خير فهمتني صحيا خير باش يتحط في الكوشة للبشكوت. هذا نمسها بالزيوت وبالمرق نحن نقصوه بالأسيط تولي كيما هكا نحملها الزيت والمرق بعدش ندهنوه بالمقتول هذا أيه. هو نوع من الأسيط والزنك نخلطوه مع بعض ويسمى مقتول يتدن بالمقتول هذاك ومن بعد تلك القطعة تخدم بالسناجر تتقذر على النار ومن بعد تطلع هكا أيه. ورينا المادة الأولية اللي كنت تعملها بالليتا هذا بالليتا قصدير قصدير أي باش تلمعها باش تتلمع وترجع جديدة عطي بارا شريتها من طاو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هو توا هذايا فهمتني تخدم قاعد يتلم هك بعد يضرب بالمطرقة يوصل من بعد في النهاية هذا هك يوصل يخدم الورقة ويخدم في نفس الوقت يستعملوه للطاجين طاجين ورقة في الكوشة والطاجين سبناخ وبرشة حاجات حتى الخبز البشكوتو يعملوه يحطوه في الكوشة أي ما هذايا بعد يتقصدر يولي اللون وذاك فضي ولا هكا يقعد يا حبة ذايا فهمتني يتقصدر خير فهمتني صحيا خير باش يتحط في الكوشة للبشكوت
قطع نمسها بالزيوت وبالمرق، نحن نصوب اللصيد تولي كيما هكا، نحن منها الزيت والمرق بعدش ندهنوه بالمقتول هذايا. أيه. هو نوع من اللصيد والزنك نخلطوه مع بعض ويسمى مقتول، يتدن بالمقتول هذاك، ومن بعد تمشي القطعة تخدم بالسناجر تتقزل على النار، من بعد تعطيها هكا. ورينا المادة الأولية اللي كنت تعمل بالليتا، هذا بالليتا قصدير. قصدير أي. باش تلمعها. باش تتلمع وترجع جديدة. اعتبارها شريتها من طب. هو حتى الجديد زاد اللي تخدموه يجي هكاك يبدا احمر، يجي احمر انو كيما ذوكم كان مدي قطع من غادي. اي مدي قطع علي فما مقفول ولا صاير. دونك احنا حتى ما حناش نحكيو على القديم، نحكيو على الجديد. على الجديد. اي هيا نحن نخدموه هذا جديد احمر من الزيت، من بعد يتقزر يولي هكا قبيل. أي. يولي تنجم صالح للتطيب، تنجم تطيب به. بالنسبه الاحمر تنجم تطيب فيه، يخرج الزاز عروسة يمشي لدار بيها وكذا ويبقى بعد، هي العروسة تحب الزاز طيب فيها النحاس تجيب تقزره رجعوا له أبيض كما كان يولي قزرا. شنو الفرق بين اللي مقزر واللي مش مقزر؟ الفرق خاطر المقزر يطيب الطعام والأحمر ما يطيبش. طيب نشوفك صغير أنت في العمر، كيفاش تعلمت الحرفة هذه؟ أنا دخلت عمري صغير وعندو عندي 20 سنة في الصنعة هذي، الحمد لله بديتها بتريب 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 وليت عمل حالي تحولتها واحد. ايه معناتها شنو لازمها باش واحد ينجح فيها المهنة هذي؟ لازمها وسع بال، ولازمها في الثبات العين، التركيز، تركز مع العرف باش تتعلم منه، ما تركزش ما تتعلم. والحمد لله ركزت وتعلمت وزي مرض. وعلاش يقولوا الشباب ما يحبهاش المهنة هذي؟ علاش اخذ ما يحبوهاش؟ شباب ريحة اللصيد قوية ما ينجموهاش، وليد كيما هكا فما الشباب طوي قلت انا يدي كيما هكا نعرف بيع قهوة، احنا راضيين الحمد لله ناكلوا منها في الخبز ومعايشين منها صغارنا الحمد لله يا رب يرضاك، وصنعتنا بها غير هما ربي يهديهم هكاو الشباب ان شاء الله يجوا يخدموا فيه ما نطردوا حتى حد. سبعة وثلاثين سنة وارثها على الصنعة هذه، وارثها على بي كما تعرف، بي وارثها مثل على جدي وأبن عن جد في الصنعة هذه، وصنعة أنا حبيتها باش تعلمتها عشقتها هي كصنعة كحرفة فهمتي، وأنا صغير قبل نجي حدا الوالد نغزر له كيفاش يظل يخدم، حبيتها حبيت نتعلمها، كي دخلت لها صنعة دخلت لها على اقتناع باش اثبت فيها انا وجودي، وانا نتمنى الشباب الكل زاد يجيو يعملوا يطلع على السوق هنا وعلى النحاس وعلى كيفاش تخدم كيفاش تطلع فيه اشكال جميله ياسر. قعدنا نحن محافظين رانا توا مازلنا كما قلوها اخر كعبات في في في, في العرجون، ما عندناش جيل جاي جيل مشيخو علينا مش ما فهمناش. الصنعة عجبتني معناتها عندها برشا، جيت معناتها العرفي معناتها قلت له علمني وكذا ما مش نحل حانوت مرجاي ونتعلم الصنعة معناتها، قال لي ميسالش وعندي تو برشا معناتها عندي عام ونص معناتها نتعلم برشا وكيفاش نبيع وكيفاش نشري وكيفاش نتعلم هاي كليون. ما ثماش برشا صغار كيفك هكا جايين يتعلموا؟ والله بالنص من الصنعة هذه ممكن انا وحيد، مع صنايع اخرى ما ندريش برشا يعني. حسب رايك علاش مشيوش يتعلموا هالصنعه هذه؟ والله ما عنديش فكره، ما فما بيت تحب تتعلم فيها معناتها هذه صنعه بحر عندها برشا ما تبقى عوام تتعلمها بكدا وصنعه باهي معناتها. سبحان الصدفي هو الطباع اللي معاينته ديوان الصناعة التقليدية. إيش معناتها طباع؟ طباع هو اللي يطبع في النحاس. يعني فما ثلاثة أنواع النحاس، فما ممتاز صنف أول صنف ثاني.
كل حيره في معناها يخدم القطايع نتاعو يهزهم للطبيعة، تلقى عنده كوماندات كذا، الطبيعة هو اللي يشبع الناس يعطيه قيمته. وانت هذايا تشرف عليه انت باعتبارك من السوق؟ نشرف عليه انا معاه، هو خاطر معناها مش يطبع، نشرف عليه انا بجنب. يجيبوا لي نحاسيه معناها صنايعيه حرفيين، يجيبوا لي نحاس وانا نطبع. قيمه كل قطعه شنية معناها القيمه نتاعها معناها أي. كل مثال يجيبوا لي زهازات نتاع عرايس، وانه الكل يكون في الاحمر ما يكونش مقصدر، اللي يطبع ما يكون الا في الاحمر ما يكونش مقصدر، والقطعة نقومها أنا نشوفها معناها شنية هي كقيمتها، باهية ممتازة خفيفة رزينة فيهاش مثال عيوب فيهاش كذا، من على ضوء هذاك نقيم أنا الطبعان متاعي. الطبعان متاعي إيش يكون؟ يكون مثال عنا صنف ممتاز، هو الصنف هذا صنف ممتاز، وصنف واحد، صنف واحد وصنف اثنين، هذوما ثلاثة أصناف، أصناف متاع الطبعان هما اللي نطبعوا عليهم، نطبعوا بهم القطعة باش يكون باش الكليون كي يجي ياخذها من عنده كيقول له هو راهي باهية من يعرفها الكليون باهية ممتازة، صنف واحد صنف اثنين، فما ناس هذا ما التجاتش يعني باش تطبع معناها يعني وهي خلاوها هكاكا فهمتني ولا لا لا، وفما ناس فما صنايعية محافظ على خدمته وعلى صنعته يحب يطبع يمد الكليون يمد له ميدال كروانه يقول له هاي اخويا مطبوعه من الديوان القومي للصناعه التقليديه ولا امريكا، ما فيهاش لا شك ولا اختلاف. معناتها احنا نقولوا حاجه مطبوعه ماهيش مغشوشه. ما صحيح، هي من على ضوء هذاك انه هي خذاها حاجه مطمئن، معناها اللي هي امريكا. نحاس مش مغشوشه مش مخلطه. نحاس والخدمه والكاليتي ونوعيه النحاس. تو هي الفرق بين الصنف الاول والثاني والثالث ماديا ثم فرق بيناتهم؟ والله هي شنو هو نحاس. شنو الايادي تختلف؟ مثال توا كيما قطعه كيما هذه تطبع من صنف ممتاز خاطرها نظيفه ورقه، من حاس الورقه معناها الخام مش المعاود، فما نحاس معاود هذا من حاس الورقه ولو انه ما تكونش رزينه برشا ولكن ممتاز في حقها. هي حاشتنا من القطعه في جماليتها وفي قيمتها تطبع من صنف ممتاز. وانت الخبره هذه كيفاش جاتك انت في الاصل الحاسية؟ خاطر اصلا انا ابا عن جد صنعه أنيش معناها منين، هي أبا عن جد وكيف كيف عملت تكوين ورسكلة. عندها خمسة قرون صنعة في خضم تطور العصر، وتخلي نوكس وتفال وبلاستيك لا، وتوا الناس تحب النحاس، ونحن في هذه كل الوقاع دخلنا حاجات جديدة. هذه مثلا الفاشكة هذه عملناها حاجة جديدة، فوالا هذه ابتكار، هذه ابتكار عملناها عملناه الجديد في القروان. عملتوه انتم مشكوركم معناتها الحرفيين ولا انا ما نقولش انا واحد، أنا عندي حرفيين معايا أصحابي كل نحبوا بعضنا نفكروا في حاجة كل فوندردي نهار جمعة راحتنا نخموا بعضنا نعملوا ريشيرش مع بعضنا ونطلعوا حاجة كيما هكا مزيانة فهمتني لما بعضنا مش أنا واحد. فما دبوسة الماء، دبوسة الماء هذيك الإتقان تاع النحاس أهو، هذي هو اللي خلى النحاس يدوم أهو. هذي حطوا فيها الزداق، الوثيقة تاع الزداق معناها ليلة العرس يهز على العروس هو. بالنسبة ليك انت قلت لي المهنة هذه معناتها نقص الإقبال عليها من ناحية الحرفيين، شنو يلزمكم تعملوا اش الحرفيين ولا الشبان يقبلوا على المهنة هذه؟ أنا بالنسبة لشخصي أنا محمد الهادي الشابي أمين سوق النحاس وخبير في المادة هذه وكنت عضو مكتب تنفيذي في الوطنية ما لقيتش أذان صاغية تسمعني بالكل. عملت لهم برنامج تكوين باش نكونوا حرفيين من كامل الجمهورية باش نعملوا سنتر في القروان ونعملوه ما يتكلفش بالمليارات، مشنا شركة كبيرة ما يتكلفش بالمليارات، مشروع معناها تاع حديدة ومطرقة الماتريال نتاعو ونخرجوا جيل إن شاء الله ما
ما لقيتش أدانه صافي بالكل. يحافظ أهالي القيروان على صناعة النحاس المطروق واقتنائه، إلا أن الحرفيين يأملون في تحديد استراتيجية وطنية لتعليم هذه الحرفة إلى الأجيال القادمة وحمايتها من الاندثار. إلى هنا ينتهي برنامج الدنيا والناس، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.